المؤسسات الدولية اللي من بينها بالتأكيد فاينانشال تايمز بتقيم ما يتخذ من قرارات في إطار التعامل مع التحديات اللي بتواجه سكن الاقتصاد المصري أو الاقتصاد العالمي. مؤكد الاقتصاد العالمي واجهته تحديات كبيرة للغاية، والاقتصاد المصري الحقيقة تأثر بشكل كبير، لأنه الحقيقة احنا مش بس بنتحدث عن أزمات دولية، لكن كمان الحقيقة في أزمات إقليمية الحقيقة مؤثرة على الوضع الاقتصادي. احنا بنتكلم على حدود مصر الحقيقة كلها بتعاني من مشاكل، سواء كان الملف الليبي، الملف السوداني، الملف اليمني، ما يحدث في البحر الأحمر، وبخلاف طبعا قضية قطاع غزة. بالتأكيد كل ده بيأثر على مواد النقد الأجنبي، فبيأثر على الوضع الاقتصادي ككل. الحقيقة في إطار الضغوط اللي واجهت العملة المصرية الجنيه، الحقيقة لجأ البنك المركزي بالتنسيق كامل مع الحكومة لاتخاذ قرارات في إطار إعطاء مدونة أكبر لسعر الصرف، في إعطاء رفع جيد لأسعار الفايدة علشان تمتص موجة التضخم المرتفع للغاية اللي كان بيعاني منها الاقتصاد وبيعاني منها صحيح. المواطنين. والحقيقة تم تقييم ما اتخذ من قرارات من قبل المؤسسات الدولية بشكل طيب، وخلينا نشير انه ما اتخذته الدولة المصرية سواء كان على مستوى الحكومة على مستوى البنك المركزي ده كان بالتنسيق مع صندوق نقد اللي هو المؤسسة الاقتصادية الأهم، والحقيقة قيمت هذا الأمر وفي ضوء تقييمها لهذا الأمر وأنه ده تم بالاتفاق، الحقيقة فتحت الحقيقة مصادرات للتمويل سواء كان من صندوق النقد أو البنك الدولي أو عندنا الحقيقة الاتحاد الأوروبي أقاد حزبة بين المساندة لمصر علشان تعينها على تحمل تبعات ما يحدث على مستوى الإقليم. تمام دكتور هشام، كل ده انعكس على الريتنج بتاع مصر، على إقبال المستثمرين على شراء أدوات الدين الحكومية، وعشان كده لما بيكون هناك في إقبال متزايد ده بينعكس على إيه بقى؟ بينعكس على تكلفة التمويل. أيوة. إنه تكلفة التمويل بتنخفض، وبالتالي مش بس إنه بيتاح لدينا مصادر تمويل متنوعة ومتعددة، لكن كمان هي بيكون شروطه أفضل، بيكون تكلفته أقل. صحيح دكتور هشام، خليني أسأل حضرتك سؤال، لأن برضو الناس بتتسأله من ساعة لما هربت الأموال الساخنة في بداية الأزمة بتاعت سعر الصرف، هل في دولة في العالم تملك آليات للتحكم في هذه الأموال الساخنة، ولا دي حاجة بيفرضها تغيرات السوق؟ طيب خلينا نقول هو الأموال الساخنة هي عبارة عن إيه؟ هو في صناديق استثمار، في مؤسسات استثمارية عينها على كل اقتصاد على المستوى الدولي، ولما بتلاقي في فرص لتحقيق ربحية عالية بتدخل. وما حدث مؤخرا من قرارات في اطار اعطاء مرونه اكبر للسعر الصرف في اطار رفع اسعار الفائده، اصبح الاقتصاد المصري اكثر جاذبيه واكثر من حيث العوائد، وبالتالي المؤسسات اللي بتشتغل في اطار الاموال الساخنه اللي هي الحقيقه بتحط اموال بارقام كبيره وبيبقى هدفها العائد الاعلى وعينها على الوضع الاقتصادي وعينها على الوضع الاقتصادي اذا ما واجهوا تحديات او صعوبات فبتخرج بشكل عاجل وسريع. فخلينا نشير انه الاموال الساخنه بتدخل طالما انه في عوائد مرتفعه، وبالتالي احنا مش بنسعى ان احنا الحقيقه نجتذبها، ولا الحقيقه بنسعى عاده ان احنا نحد منها، لكن هو احنا استوعبنا الحقيقه ما حدث خلال الفتره 2016-2017 لما دخلت هذه الاموال، اهلا وسهلا تدخل، لكن لازم يبقى عندنا على هذه الاموال وما يجبش ان احنا نعتمد عليها بشكل كبير، وده الحقيقه الخطا اللي احنا وقعنا فيه، ان احنا اعتمدنا على تقريبا ما يقارب 20 مليار دولار دخلت لمصر خير وتم توظيفها في الوضع الاقتصادي، وده الحقيقه من الدروس اللي هتساوي انه الدوله المصريه استوعبته جيدا، وبالتالي احنا الحقيقه في الوضع الحالي اهلا وسهلا انها تدخل، لكن مش هنعمل اعتبار كبير لوجودها لانه مفترض احنا نعتمد على اموال لها صفه الاستدامه تدخل فيه الاستثمار بشكل مباشر.